غدا عيد الحب غدا 14 فبراير عيد الحب، بغيت نسولك على عيد الحب، كتحتفلي به بعدا؟ انا بصراحه ما عمري احتفلت به وباغي نحتفل به انا وراجلي، ونقولي بانني كنبغيك وكنحماق عليك. تقولي للناس اللي كيقول لك حنا ما نحتفلوش بعيد الحب، هادشي ماشي ديالنا. هو صراحة عيد الحب بالنسبة لي أنايا تيقولوا الناس حرام، صراحة بالنسبة لي حرام، ولكن بالنسبة لجوج مجوجين يعني ماشي مشكل يحتفلوا به. شنو الرسالة ديالك اللي تقولي للزوج ديالك من هذا المنبر هذا بهذه المناسبة؟ أنا تنقول ليه كنحماق عليك بزاف بزاف بزاف، هو تاج راسي وكيضرب تمارة وكيجيب لي صراحة لقمة العيش لينا بعرق كتافه، وتنقول ليه كنحماق عليه وخاصنا نصبروا مع بعضياتنا وغادي نوصلوا إن شاء الله. غديري لي الكادو غدا؟ كادو ان شاء الله ان شاء الله، نصوب شي حليوه بحال هكا. نسولك على عيد الحب، كتحتفل به ولا لا؟ اه كنحتفل به. كيفاش تحتفل؟ طريقه الاحتفال ديالك؟ كنحتفل به مع الصديقه ديالي وكذا. شنو كدير الصديقه ديالك؟ كنخرج ندور شويه نمشيو نتسالاو. فين كتمشي تسالاو؟ اه في مكان جردة ما نعرف. كدير لها الكادو؟ اه لا ما عنديش. كمال اخويا دي لها كادو، كادو راه عيد الحب هو هذا، خصك دير الكادو ويجيك الكادو. وانا خصني اللي عطاني كادو سندي لها كادو. اخويا ماشي نحتفلوش بعيد الحب، اخويا ماشي نامنوش بشي حاجه سميتها الحب. الحب كاين، علاش ما كتامنش به؟ اخي علاش اخي ما مصاحبش بعدا فهمتيني، انا ساد ما مصاحب موال. ما كيجيك كادو ما كدي كادو؟ اخويا عمرني ديت شي وحده كادو، عمر ما جبت لي شي وحده كادو. ما كاينش شي انسان كتحبو توجه ليه شي رساله من هذا المنبر بمناسبه هذا اليوم؟ كنحب الله اخي، كنبغيك ربي. هادشي والوالده. الوالده. الوالده يلاه يخليها لي. دير لها شي كادو؟ ضروري، الوالده عمر جدار ضروري دير لها شي كادو. شنو تقول لها بهذه المناسبه هذه؟ اه؟ شنو تقول لها الوالده ديالك؟ هي اللي عندي الله يخليك لي. عيد الحب كتحتفلوا به ولا لا؟ لا ماشي احتفلوش بعيد الحب اخي. علاش؟ عيد الحب في هذا الوقت هذا، ما كاينش الحب. في هذا الوقت ما كاينش الحب. حب الوالدين الخوت. كاين الحب واحد والوالد اخي والوالد، هادشي اللي كاين ما كاينش. هادشي اخي فين النفاق وكذا، كذب عليا نكذب عليك. هاد الوقت هذا كاين حب واحد هو الوالدين. شنو توجه ليها في هاد المناسبة من هاد المنبر للوالدة ديالك؟ الوالدة ديالي الله يخليها لي يا اخي، وهي تاج عيني يا اخي والراس ديالي يا اخي. الله خشك انت تضحك، واش كتحتفل بعيد الحب ولا لا؟ انا لا لا ما نحتفلش اخي انا بعيد الحب. فرشك ياك؟ اه فرشك. اه فرشني. اه يلا شهر ونص عادي، جا احتفلوا ما والو صافي. تيجيك كادو ما كديك لا الكادو. لا تكذب عليك. لا شريت لها الكادو. لا تكذب عليك. لا باقي ما شريت لها. يلا يشري. اشري غدا. والو. بالنسبة لي عيد الحب أنايا واحد العيد اللي زوين، اللي يعني أنك كتجلس مع 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 الصديقة ديالك أولا الزوجة ديالك أولا فهمتي، وكتمارسوا واحد الطقوس معينة اللي كتعبر بها على الحب ديالك تجاه هذيك الشخصية، اللي تجاه هذيك السيدة اللي أنت معها في علاقة. يعني أنت مع هذا اليوم على أنه يكون يوم خاص أولا كيبان لك أنه الحب كيتعاش دائما؟ بالنسبة لي صراحة الله أنايا ما كنآمنش بأنه يكون نهار واحد لعيد الحب. علاش؟ حيت بالنسبه لي عيد الحب اللي غادي تعيشوا مع الزوجه ديالك فهمتي خاصو يكون كل نهار، فهمتي كل نهار انت كتعيش انت ويا داك الحب فهمتي، وكل نهار خاصك تعبر ليه على داك الحب ديالك فهمتي. يعني عيد الحب يكون غير يوم واحد هو بالنسبه لي فهمتي، بالنسبه لي انا تحقير للمراه فهمتي، تقصير في هذاك في حق هذاك الشخص. اه تقصير، حيت داك الشخص كتعيش معاه كل نهار فهمتي، يعني كل نهار خاصك تعيش معاه في واحد الظروف اللي هي سعيده، كل نهار تفرحو، كل نهار تقول ليه واحد الكلمات اللي زوينين، ما فيها باس تجيب ليه كادو لا عندك لا حساب الماده فهمتي.